أحمد، يا أحمد. نعم يا أبي. الظهر على وشك أن يؤذن له يا بني. نعم يا أبي، أنا قادم حالا. يجب أن نتوضأ حتى نذهب إلى المسجد ونؤدي الصلاة في جماعة. ألم تنزع خفيك يا أبي لتغسل رجليك للوضوء؟ لن أخلعهما يا بني، فقط سأمسح عليهما هكذا. وهل يصح الوضوء بدون غسل الرجلين يا أبي؟ لا يا بني، ولكن يصح إذا مسح على الخفين كما فعلت الآن. هيا توضأ بسرعة لنذهب إلى المسجد. حقيقة يا أبي، ما زال يشغلني أمر المسح على الخفين. وماذا في ذلك يا بني؟ أخبرني، هل ارتداء الخفين والمسح عليهما شروط؟ نعم، يشترط أن يلبسهما المسلم على طهارة، أي على وضوء. فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهل هناك شروط أخرى؟ نعم، يشترط طهارة الخفين نفسهما. هيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف نمسح على الخفين يا أبي؟ نمسح على الخفين بأن نبلل يدنا ثم نمسح بها ظاهر الخف. لعلك تقصد باطن الخف. لا يا أم أحمد، بل ظاهر الخف. فعن علي رضي الله عنه قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وإذا كنت أرتدي جوربين فهل يجوز المسح عليهما يا أبي؟ نعم، فقد روى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وهل هناك زمن معين للمسح على الخفين؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن لابس الخفين يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، أي غير مسافر، وثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة. ومتى يبدأ ذلك؟ يبدأ ذلك من أول مسح بعد الحدث، وهو الأرجح. وهل إذا نزعت الجوربين أو الخفين ينتقض وضوئي؟ لا يا بني، فالراجح من قول العلماء أن الطهارة باقية حتى يحدث حدث ينقض الوضوء. جزاك الله خيرا يا أبي. وجزاك مثله يا بني، ونفعنا الله جميعا بما نعلمه. آمين. آمين.